السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم واحد الدرس اللي كيبان لبزاف ديال الناس بأنه درس صعيب، ولكن في الحقيقة العكس. لي فونكسيون اي لي بروسيدور. هنا عندي واحد البروغرام طالبين مني نكون خدام فيه ونحسب، ندير لا سيزي ديال دو نومبر، ابخي نحسب لا صوم ديالهم. غادي نخدم دوتر انستريكسيون على دوتر دوني، وعاود تاني كنلقى نفس لي انستريكسيون تيتعاودو. عاود تاني ندير لا سيزي ديال دو نومبر ونحسب ليهم لا صوم ديالهم. عاود تاني نبقى غادي، عاود تاني نلقى، عاود تاني نحسب لا صوم. الور هنايا الكود ديالي كيكبر بزاف، وكاينين دي انستريكسيون كنبقى نعاودهم. علاش ما نحاولش نفكر في شي حاجه اللي بلا ما نبقى نعاود هذا الكود كامل نقدر نكتب غير سطر واحد وهي دير لي هذا الشيء كامل؟ هاد الحاجه سميتها لا فونكسيون. الوغ لا فونكسيون شنو هي؟ اون فونكسيون هي ان انسومبل دانستريكسيون. بحال هنايا نقدر نجمع هادشي كامل في اون سول فونكسيون، des instructions qui sont faites par écrire, lire, affectation, n'importe quelle instruction qui me can dire le début le fin du programme ديالي نقدر ندخلو في la fonction. كتكون معروفة بان type de retour. شنو le type de retour؟ le type de retour هو داك الشيء، داك لو تيب ديال داك الشيء الاخراني اللي غادا، داك لا فالور الاخرانيه اللي غادا تلوح لينا لا فونكسيون. مثلا انا لا فونكسيون كدير ليا لا صوم ديال دو زونتي، الخارج ديالهم شنو غادي يكون؟ لو ريزولطا ديال هاد لا صوم هادي غادي يكون ان اونتي، حيت اونتي بلس ان اونتي غيعطينا ان اونتي، ما غيعطيناش ان ريال. يعني لو تيب دو روتور ديال لا فونكسيون غادي يكون دو تيب اونتي. وعندنا لي زارغومون، شنو هما لي زارغومون؟ هما دوك لي فاريابل اللي كيكونوا اونتر لي بارونتيز ديال اللي كيجيو ابري لو نون ديال لا فونكسيون. نعطيو واحد ليكزامبل على ديكلاراسيون باش نفهمو هادشي اللي قلنا كامل. كنديرو لو مو سبيسيال فونكسيون اون ماجيسكو باش يكون داكشي بيان اورغانيزي. لو نون ديال لا فونكسيون سميها كيما بغيت، ما يكونوش فيها غير داك لي كاركتير سبيسيو، داكشي اللي هدرت عليه من قبل، لي زيسباس و لي زاكسون. وهنا ابري لو نون كنحل البارونتيز وندير لي بارامتر. هادو هما دوك لي فاريابل اللي غادي نسميهم انا الباب ديال لا فونكسيون. دابا ما غاديش نفهمو، مي ابري ان شاء الله غادي نفهمو. ومن بعد كنديرو، كاين اللي كيدير دو بوين لو تيب دو روتور، ولا بلا دو بوين غير لو تيب دو روتور. هنا يجي يكتب اونتيي ولا غيال على حساب داك لا فونكسيون شنو كتغوتور لينينا. هنا كنجيو عادي تنكتبو ديبي، وهنا تنديرو لي انستركسيون ديالنا. ملي كنساليو لي انستركسيون قلنا لا فونكسيون ولا بد تروتورني لينا شي حاجه، اون فالور ولا اون فالور كاينه في اون فاريابل. يعني كدير لو مو سبيسيال روتور، تقدر دير هنا فاريابل، تقدر في اغلب الاحوال تتكون هنايا اون فاريابل اللي غناخدو منها لا فالور. او بيان كاين اللي كيدير لو نون ديال لا فونكسيون وي افيكتي ليها داك لا فالور الاخرانيه، و فان باش كنسد لا فونكسيون ديالي. باش نفهمو مزيان نديرو ان اكزومبل نخدمو حنايا. اكزومبل دو فونكسيون اكريغ ان بروغرام كي كالكول لا فاكتوريال دان اونتي ا ليد دون فونكسيون، يعني يحسب ليا داك عاملي لوبيراسيون عاملي يعني فاكتوريال بواسطة هاد لا فونكسيون. فو ميو توقفو لا فيديو غير بهذا الشيء اللي شرحت حتى لدابا. ديروا محاولات دي زيسي، حيت من هنا تنتعلموا. اللي بغى يستافد يوقف لا فيديو يخرج ويقارن الريزولطا ديالو بهذا الشيء اللي غادي نشرح دابا. لا سوليسيون ديالنا، الالغوريثم ديالي سميتو كالكول فاكتوريال، لا فونكسيون ديالي كيما شرحت من قبل فونكسيون
لو نوم دو لا فونكسيون. هنايا لي بارامتر، شنو غادا تاخد كبارامتر؟ هنا فين غنشرح مزيان هاد لو بارامتر، هو واحد لا فاريابل متبوعة بلو تيب ديالها، وكنسد وعاد كندير لو تيب دو روتور، حيت فاكتوريال ما غيرجعش ليا ان ريال ولا كاركتير ولا شي حاجة، غيرجع ليا ان اونتي. هنا كنديكلاري دي فاريابل اللي ما غاديش ناخدهم كبارامتر، مي غادي يكون عندي لوكال معروفين غير في لا فونكسيون، في هاد وسط لا فونكسيون ديالي، يعني غادي نستخدمهم، غير غادي نستخدمهم، يعني ما غاديش ناخدهم كبارامتر. ماشي مشكل الا ما فهمناش لحد الان، هادشي غادي يتوضح شويه بشويه. كنجي كندير الديبي. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كيفاش تحسب لا فاكتوريال، غيلقاو مشكل في ملي غادي نبدا نشرح، يعني الا كان عندهم مشكل ما كيعرفوش يحسبوا لا فاكتوريال، يوقفوا يمشيو يراجعوا ولا يقلبوا كيفاش تتحسب لا فاكتوريال، ويرجعوا يتبعوا معنا ويكون خير ان شاء الله. هنايا كيما تندير لا فاكتوريال وشرحتها في لي فيديو يمكن من قبل، نقدر نكون درتها في شي فيديو من لي فيديو اللي درت، كان انيسياليزي لا فاريابل اف في واحد، كندير بوغ اي الون دو ان ا لو نومبغ اللي دخلت، فير لانستركسيون ديالي اللي تنحسب بها لا فاكتوريال، كاينه واحد القيمه هنايا، وباش هاد لا فونكسيون كامله ترجع ليا واحد القيمه اللي هي دو تيب اونتي، كندير غوتور هاد اف. يعني بدات تتضح لينا شويه الفكره. هنايا درت تريتمون ديالي، اف راها خرجت بواحد القيمه، يمكن ورا هي داك لا فالور اللي تنقلب عليها فاكتوريال، ودرتها هنايا في غوتور. يعني اي حاجه تنديرها في هاد غوتور، لا فونكسيون كامله كتولي دايره ليا غير على هاد لا فالور، كتساوي ليا هاد لا فالور. يعني هاد لا فونكسيون فاكتو الا خدمت بها وسط البروغرام ديالي، غتكون كتساوي هاد لا فالور اللي كاينه في هاد اف. هاد النومبر هذا كيفاش حصلت عليه؟ هذا هو اللي خديته كبارامتر الفوق، هنايا درتو كبارامتر. دابا لحد الان هادي غي لا ستركتور ديال اون فونكسيون، باقا خاويه. نحاول نتعلم واحد الحاجه مزيانه، ملي كنكون خدام انا الالغوريثم ديالي وصلت لابارتي ديال لا فونكسيون، ولا بديت بالابارتي ديال لا فونكسيون، ندير بحال اللي كاينين جوج الناس اللي خدامين ماشي واحد، واحد كيصايب لا فونكسيون في الاول، والثاني هو اللي غيكتب الالغوريثم. غير نحاول نلعب هاد جوج ادوار، وغادي نفهم بالزربه وكاع المشاكل اللي عندي في هاد بارامتر، شنو ندخل، علاش ما دخلتش هاد اي و اف كبارامتر، وعلاش هادشي كامل غادي يتحل ان شاء الله. اذا شنو هي الفكره او الخطه؟ غادي ندير ان كاينين جوج ديال الناس، واحد غيصايب لا فونكسيون، وواحد غيصايب البروغرام العادي اللي غادي نعيط فيه لا فونكسيون وسطو. اذا هاد الشخص الاولاني اللي غادي يصايب هاد لا فونكسيون، ما كيهموش كيفاش غادا تجي هاد القيمه، حدو كيوجد ليها البوابه ديالها هي هادي، هذا هو الباب ديال لا فونكسيون. يعني لا فونكسيون شنو كتحتاج؟ ما نشوفوش، ما نغطيو هنايا، ما نشوفوش، نجيو هنايا. لا فونكسيون من هادشي كامل كتحتاج لواحد النومبر باش تمشي، باش نقدروا نحسبوا هاد لا فاكتوريال، خاص واحد النومبر اللي غادي نوقفوا فيه في هاد لا بوكل باش غنحصلوا على اف. هذه هي الفكره ديال لا فاكتوريال، يعني كيبقى يضرب واحد في جوج في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة، حتى كيوصل داك لو نومبر وتيوقف، وهو تيدير في هاد يعني اللي كتحبسو هي هاد لو نومبر، و لو ريزولطا فينال ديبون لهاد لو نومبر هذا. يعني هاد لو نومبر هذا راه ماشي شي حاجه عندي ديجا واجده في لا فونكسيون، ولكن غادي يجي من ليكستيريور، ما كيهمنيش كيفاش يجي، حيت انا الشخص الاولاني مخصص غير بلا فونكسيون، انا حدي كنوجد ليه البلاصه. ها هو هاد لا فاريابل، يعني لوتيليزاتور ملي غادي يخدم بلا، ولا الشخص الثاني ملي غادي يخدم ب لا فونكسيون ديالي، غادي يعيط عليها، غادي داك لا فالور اللي غادي يخدم بها
اللي غيعطيها ليا اونتر لي بارونتيز غتكون هي هاد ان بي ار اللي غنجي غنحطها انا هنايا مول لا فونكسيون اللي غندير بها هاد التريتمون هذا. نبغي الفكرة تكون وصلت، الا ما وصلتش غنزيد مازال نوضح ان شاء الله. المهم فهمنا هاد لا فونكسيون كيفاش دارت. غندوزو لا دوزيام فاز، حيت ملي كندخلو لي فونكسيون لي بروسيدور هكا كيوليو دو فاز. كاين الفاز ديال الكونستركسيون ديال لا فونكسيون هنا صوبتها، و دوزيام فاز هي ديال لابيل غادي نعيط عليها وسط البروغرام ديالي، ونقدر نعيط عليها قد ما بغيت، عدد المرات اللي نعيط عليها قد ما بغيت. علاش؟ حيت غير مصايبه هيايا. نجيو هنايا ديكلاريت واحد لي فاريابل، حنا غنعرفو الاحتياج ديالهم. درت اكخيغ هذا، نقولو الشخص الثاني، واخا راه انا اللي مداير هادشي كامل، هذا الشخص الثاني شنو مسؤول على البروغرام، هو اللي غيقول لي تيليزاتور اكخيغ دخل لونتيي وندير ليه لا سيزي نقراه. وهاد النومبر هذا، هاد النومبر هو داك لونتي اللي غادي نخدم به انايا، هو اللي بغيتو يعطيني لا فاكتوريال، بغيت نحسب لا فاكتوريال ديالو. يعني الفكره شنو هي؟ غادي نعيط على لا فونكسيون، ياك نعيط عليها وندير نقول لها هذاك لو نومبر اللي كنا خدمنا في الاول فاش يلا كنا كنصايبو، هو هاد النومبر هذا اللي سيزي ليا ليوتيليزاتور. بحال دار 3 هنايا غادا تكون 3 في هاد لو نومبر، وغنرجع لا فونكسيون ديالي. لا فونكسيون ديالي شنو خدات ما بين قوسين اونتر بارونتيز؟ 3 3 غادي نجي هنايا غيمشي ليا من واحد حتى ل 3، كل مره غيضرب اف في اي لو كونتور، وغادا تخرج بواحد الريزولطا، وهاد لا فونكسيون كامله غادا تخرج ليا اف اللي كتساوي لا فاكتوريال ديال لو نومبر 3. رجع البروغرام ديالي هنايا، هادي شنو كترجع الا كنتو عقلتو؟ درت لو تيب دو روتور سي ان اونتي، ويلا شفنا دابا الا روتورني اف لا فالور اللي كاينه في اف سي ان اونتي. بي درتو انا سي ان اونتي فاريابل باقا خاويه فيرج، انا خويت فيها واحد لا فالور ديالاش ديال فاكتو، وفاكتو نقولو فيها لا فاكتوريال ديال هاد النومبر اللي نقولو درنا فيه 3، يعني فاكتوريال ديال 3 غادا تكب في هاد بي. وهنا نقدر نجي ندير هكا لا فالور اي، نخلي واحد سباس انتر كوتي فين غتجي لا فالور اللي كاينه في بي، وهكا نقدر نجي نيشا ندير هكا او بيان اكريغ لا فالور اي، ونعيط على لا فونكسيون هنايا هي اللي هاد لا فالور اللي تحط هنا غتكون ديالها، بما انك ترجع ليا ان اونتي. نقدر ندير هكا، نقدر كاع نخدم بها هاد فاكتور، نزيد عليها هنايا ندير بلوس 3 فوا 5 موان 6، يعني كاع لي زوبيراسيون متاحين ليا. علاش؟ حيت الغوتور واحد لا فالور اللي هي اونتي. ان شاء الله يكون وصل هذا الشيء كما هو. نزيدو ان اوتر اكزومبل بور ميو كومبروندر. هاد ليكزومبل بالعاني درتو، حيت بعض المرات ملي لو تيب دو روتور كيكون عندنا فيه مشكل، بحال هنايا بغينا اكري ان بروغرام كي افيش على ليد دون فونكسيون لا طابل دو ملتيبليكاسيون دان نومبر دوني. لا طابل دو ملتيبليكاسيون دان نومبر دوني يعني حنا كندخلو ليه بين قوسين فيما نسمعو ان نومبر دوني ولا واحد لا دوني هكا، عرفوها راه هكا دار كتخاد كوم ارغيومون، يعني بصيف عليا نزيدها في لي زارغيومون اللي كاينين في لا فاريابل. المهم هنايا عندي لو بروغرام كي افيش على دي فونكسيون لا طاب دو ملتيبليكاسيون دو نومبر دوني، يعني هاد لا فونكسيون اش غدير؟ غدير افيشاج، ولا افيشاج ما عندوش ان تيب، يعني هاد لا فونكسيون ما غتغوتورني والو، وما يمكنش. انا اللي عرفت حتى الان وقريت دابا اون فونكسيون ولا بد ترجع اون فالور. الوغ راه حنا غادي نشوفو هاد لو كا بارتيكولي هذا. فو ميو توقفوا لا فيديو، ديروا لي زيسي اولا تحاولوا مع هاد ليكزيرسيس، ومن بعد ديروا بلاي لا فيديو. المهم انا غادي نقول لا سوليسيون، لا سوليسيون هي هادي.
فونكسيون سميتها كالك طابل. هنايا كتاخد واحد لو نومبر، هنا تقدر تسميه اللي بغيتي، غير انا كناخد ان بي ار زعما راه لابريفياسيون ديال ان نومبر، لو تيب ديالو اونتي، وهنا لو تيب دو روتور درتو اونتي. انا عندي غير افيشاج ودرتو اونتي، علاش؟ احنا غادي نعرفو علاش. واحد لا فاريابل لوكال يعني ما غيدخلهاش ليوتيليزاتور وما تجينيش من ليكستيريور، يعني غير لوكال دو تيب اونتي. انا غنعرف احتياج ديالها، اي غالبا راه معروف راه كونتور ديبي. عاوتاني الناس اللي ما عارفينش كيفاش تدار لا طابل دو ملتيبليكاسيون لا فيشاج ديالها، ولا عندهم مشكل في لي بوكل ولا هذا، راه ما غاديش يفهموا معانا مزيان. بوغ اي الون دو ان اي اولا حتى الكتابة صحيحة، اي ايكال اديس الو حنا ولفنا تنكتبو ليها هكا اديس فيغ، يعني اكخيغ واحد لا فالور فوا واحد لا فالور ايكال واحد لا فالور. الاولانية هي نومبر، الثانية هي لو كونتور اي، الثالثة هي لو نومبر فوا اي فان بوغ. ولا ف... و في لو روتور درت زيرو، مقبولة ولا لا؟ علاش زيرو؟ سي ان اونتي، هنا ما كاينش المشكل، ولكن هادشي كيبان ليا بحال اللي ماشي منطقي شويه. علاش؟ حيت كون طلبوا منا بحال لا صوم او لا هاد لا فونكسيون غادا ترجع واحد لا فالور ولا هذا، ماشي هنا غيكون مشكل، خصني نرجع اون فالور باش فيما نعيط على لا فونكسيون او لا نستخدمها في شي استخدام في شي حاله خاصها ترجع اون فالور. الور هنايا عندي لا فيشارج، ما كيهمنيش شنو غادا تغوتوغني هاد لا فالور، هاد لو غوتوغ هاد لا فالور ديال لا فونكسيون. ولكن هنايا الا لاحظتو عندي واحد لا فيشارج، الور هنايا لا فونكسيون غدير الخدمة ولا ما غديرهاش؟ سي غديرها. يعني غنشوفو هنايا لا فاريابل نومبر عاوتاني دو تي بونسي ديبي اكخيغ اونتخي لو نومبر lire le nombre داك لو نومبر اللي بغى لوتيليزاتور اللي ندير ليه داك هاد اللي غيكون هو هذا. غندير ليه لا طابل لا فيشاج ديال لا طابل دو ملتيبليكاسيون ديالو، نعيط على لا فونكسيون ونعطيها لو نومبر. اي ابري هنايا الا شتوني ما افكتيتها حتى شي فاريابل، حيت ما يمكنش افكتي الا افكتيتها الفاريابل، لا فاريابل غتولي فيها لا فالور زيرو. علاش؟ حيت هي كترتورني زيرو. ولكن هنا البروغرام ديالي غادي افيشي لا طابل دو ملتيبليكاسيون على هاد لا ستركتور هادي هكا. نامل ان الفكره ديالي تكون بانت. ديرو امبوز كونكلوزيون. لحد الان شنو عرفنا وشنو تعلمنا؟ شنو هي لا فونكسيون؟ سي ان انسامبل دانستركسيون اكومبليسون اون تاش بارتيكولير اون فونكسيون روتورن اون سول فالور. هادشي اللي نبغيكم تشدوه من بعد ابري داك تعرفوا لي زارغومون لو تيب دو روتور وداكشي. علاش نحتاجوها؟ بوركو اون لوتيليز؟ بور نو با ريكريغ لي ميم انستركسيون بليزيور فوا، يعني ماشي كل مره نبقى ندير نكتب لي ميم انستركسيون، يعني نقدر نجمعهم كما قلت. دابا ها هو سطر واحد كيدير ليا كاع داكشي كامل، خير ما نجي هنايا ونبدا نكتب بوغ اي ايغال هذا ونديكلاري اي تاهي يا ا ديس فير تا 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 تا. هادشي كامل انا قدرت نديرو غير ب ب هايا اون سول انستركسيون، هايا عيطت غير على اون فونكسيون قدات ليا الغرض. بون دوزو ل دوزيام بارتي لي بروسيدور. الا فهمتو لي فونكسيون ما يكونش عندكم مشكل في لي بروسيدور، حيت تقريبا تقريبا سي لا ميم شوز. شنو الفرق ما بين اون فونكسيون اي اون بروسيدور؟ اون بروسيدور ما تتغونفويش ليا اون فالور، يعني ما تنديرش فيها غوتور. لا بروسيدور اي اون فونكسيون كي نا با دو غوتور، كي نو غونفوا با دو ريزولتا. هادشي اللي قلت لا ستركتور ديال بروسيدور نعرفو كيف كدار. هاد لابارتي زربت فيها شويه، علاش؟ حيت كتعاود بحالها بحال لابارتي ديال لي فونكسيون.
procédure, le mot spécial procédure, nom de la procédure, c'est y a les paramètres, les gadi nkhdem bihom وسط ديك la procédure ديالي اللي هي fonction بلا retour, les types ديالهم début les instructions ديالي بلا retour. الغلط الكبير اللي يقدر يديرو بنادم هو يدير une procédure qui retourne un résultat في الالغوريثميك. exemple de procédure, دابا عرفنا البروسيدور الفرق ما بينها وما بين une fonction. قلنا راهم تقريبا بحال بحال, غير هي la procédure c'est une fonction qui ne renvoie pas de valeur. يعني نحاولو نقراو هاد ليكزومبل, نوقفو لا فيديو ان شاء الله, ونخرجوا التمرين ونديروا بلاي نشوفوا لو ريزولطا باش نقدروا افونسي. سينو الا بقينا غير كناخذوا هاد الشيء هذا ما غاديش ينفعنا. اكريغ ان بروغرام كي بيرمي دو كالكولي اي دافيشي لو دوبل دان اونتي ا ليد دون بروسيدور. واخ يلا ديروا بوز لا فيديو, خرجوه ابري قارنوا لو ريزولطا ديالكم بهذا الشيء. بون لا ريزوليسيون ديال مون بروبليم هي بروسيدور ديالي سميتها كالكول دوبل. هنايا خديت واحد الام بي ار, يعني واحد لو نومبر غيدخل من هنايا, لا فالور ديالو هي اللي غتحط هنايا باش نخدم بها هنا, غتجيني من الاكستيريور دو تيب اونتي. نقدر نختار ريال, علاش لا. هنايا كما لاحظتوا ما كاينش لو تيب دو روتور, علاش؟ حيت ما كترتورني والو. عادي ندير الديبي ديالي هكا, اكريغ لو دوبل اي, هنا اختصار لكلشي. هنايا غترجع واحد لا فالور, شنو هي؟ هي لو نومبر فوا 2. يعني فيما غادي نعيط على هاد لا بروسيدور غادا تافيشي ليا هاد لو ميساج بلوس شنو لا فالور ديال لو دوبل ديال داك لو نومبر اللي جاني من برا. كيجي من برا كتحط هنايا لا بروسيدور كتشدو هي كتخدم به هنايا وتافيشيه ليا. هادشي اللي كاين ف الالغوريثم ديالي نعيط فيه على لا بروسيدور تحسب ليا لو دوبل. ديكلاريت واحد لا فاريابل جلوبال دو لو تيب, خصو يكون ما بين القوسين, غير هو لو تيب اللي خاصك تعطيه هنايا البارامتر خاصو يكون هو لو تيب اللي عطيتيه هنا, حيت ما يمكنش هنا تدخل اونتي وهنا تقول لي حسب ليا واحد الكاركتير ولا حسب ليا ريال. خاص يكون داكشي اللي ديكلاريتيه هنايا هو اللي ديكلارا هنايا لو ميم تيب. هنا اكريغ اونتري لو نومبر, هنا درت ليه لا سيزي ديال لو نومبر اللي بغيت نحسب ليه لو دوبل. هنايا عيطت على لا بروسيدور ديالي اللي هي اوتوماتيكمون شنو كدير, ملي كنعيط عليها بحال اللي كنعيط على هادشي اللي وسطها, كتجي كتاخد واحد لو نومبر اللي عطيتو لها انايا في وسط البروغرام ما بين قوسين, كتقول ليه راه هو هذا اللي خاصو يكون هنايا وهذا اللي خاصو يكون هنا. فين غنديرو؟ غنديرو هنايا, نضربو في جوج ونافيشيه. هادشي اللي كاين. بون راكم عارفين شنو, اللي بغا بلوس ديكزيرسيس يتواصل معانا يا سيغ فيسبوك يا سيغ جيميل. غير بين قوسين اللي بغيت نقولو ان هاد لي فيديو هادو غير ديمو, غير فيرسيون غير تيستينا بها, ولي فيديو الحمد لله مشاو بزاف. انا كنت كنصحاب الماكسيموم ديالهم غيوصلوا للمحمديه كازا الرباط. توصلت بدي ميساج من نواكشوط, من الكوت ديفوار, من صفاقس, من الجزائر وهران, من العيون, من طنجه, من تطوان. يعني هادشي كيبشر بالخير ان شاء الله. هذا غير تيست, هاد لي فيديو غادي يتمسحوا من يوتيوب بلا ما تيلوشارجيهم. ان شاء الله في الصيف غادي يكونوا دي فيديو جداد ديال الالغوريثميك, غيكونوا بلو بروفيسيونيل, حيت هاد لي فيديو درنا فيهم شي اخطاء, شي حوايج كانوا ما خصهمش يداروا وداروا, شي حوايج ما كناش غنديرهم وداروا والحمد لله جاوا مزيانين. هادو غير خدينا فيهم غير تجربه ان شاء الله, وكنوعدكم من الصيف وابخي هاد ليتي ان شاء الله غادا تكون شي حاجه مزيانه.
وماشي غير في هاد المادة هادي، غتكون في بزاف ديال المواد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بون شونس ا تو الموند.